السلام عليكم الجماعة، كيما راكم تشوفوا اليوم راني مع هاد الجماعة ثلاثة بحبوش يبانوا معايا. ليسونسيال جينا الرامن حلال صيني. فيما يخص الموقع هذا جاي قدام سنتر كوميرسيال تاع باب الزوار، يعني تم شغل شوية مور لا سيتي تصايبوا. سيغ جو سوي فيصل وشنو؟ كيما راكم تشوفوا هذا هو ريستورون تاع رامن أكل حلال. فلا بريمير فاني مع خويا أهدم والجماعة محطوا لتحتها. هذه هي كيما كتشوفوا سامعيه خليل. وي تحت دوك راني حابط هنايا ريستورون فاميليال ام ديري تاني الواي فاي. ميرسي بوكو يسلم. وي مرحبا بك. المهم برود عندهم الكليماتيزر اللي شينوا هنا مع ما بيهم. هذه كيما كتشوفوا لي بري موان فيها شتي. اصبر شو ماش نقلب. اصبر دقيقه. هادو شو فيها داخل هامونيك ما بيشوش سيكواسا مي اون فاس كوموندي الاخر. هذه سمحوا لي سخانه شويه فول تجربه. ديني ما فهمتهاش مركز
ليمون بهذا التطبيل تقلب السيارة نحب ندوقها ديرها في لاصوص باسكو ما عنديش كيف زعما شي مايونيز نديرها بصبيط قداش تكبر كنخلطوها قلتي لي يخاف يتعود الغرفة مقبلة حوست ماشي حوستهم هذا كنت سأخرجوا علي جالي بس كنت نفيمي قلت لي بعليش 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 خليه بالنورمال أوه شو يبدأ أصبر شو يا ربي كينيا لا واحد المكلة احنا ناكلوها في الجزائر على بالي نسيت اسمها برك انا يعني شايفينها ما 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 انا يحب هذه الشروينه الشروينه ما هذاك كلشي تشبهكم سي هذيك لا سوب نوار وين لا سوب نوار حبابا كدا لا هي حلوه تزيد لها الماء تزيد لها الزيتون لا لا ماشي هذيك يعني قاصدها كاش ندير هذه الى جميع المشاهدين ما تنسوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد بالاكم ما تابونيوش وديروا جيم واللي عنده هضره يخليها في الكومنتار ويعطيكم الصحه ابونيو وجيم ميرسي صباح ندوقها صبرت حاضر وات از ذس حاره اسيلبيت لا تقتل على بالك انا حشمه الفيديو صرنا تشوفوا الانفيتش كان يزيد ندير هكذا يزيد تحرق الكار هنا في حلقه هاي او هذا تاع السيترون انا حاب السي ام صنع باش كثر فيها في لوحه تاع C'est bon, je jure. Et là, donc, c'est bon, je suis pas fan. Je vais te dire que c'est la première fois que c'est plat mondial comme ça. Ça fait. فرنسي لا نوريك شنو كي يهضر بالفرنسي ماشي يهضر فرنسي ولا ايه يهضر يرمي كلمات بالفرنسي انا اوتوماتيك من ولي يهضر بالفرنسي معليش لي دو كاراتوجا هاي ليك بس ماشي كيف الدو دق الرقم تاعكم دافا صح حطيت جهتك حط مغرفه الاخر هكا اصبر هاي ليك الدور المهم انا خدم زوجي بالسبعه لاني غش
أو يضحك. المهم هذا اللي قدام الصوص شويه حلوه هذه صار حاره تقتل ودو عمروها هكذا يا ربي الله يعطيني الصبر معه المهم هذه وهذه تقريبا ما مقو ما بيش من الفرق بيناتهم وهذيك مليحه شبه لوحده المخله تاع لي زهر عطات هذا درنا بزاف حار واش حاب يرحم في الماء والله شوف واحد ندير هادو ما في ال شحال طلبوا اي مادة ايمن شحال طلبوا هادو والله على بالي اسمهم جوزة نورمالمون ماش غلط في البرونونسياسيون اللي حاب يسمعها مليح يسمع من المراه هذيك الاولى كتقول لنا في اسمائهم في الاول قلت لك قلت لك تم خطا هذا لي مانجو مانجو جو بونس اسمها مانجو شي مونغا هذا خطاني حاب نغمس ليه ايه فاش ديتها بيا الحمد لله لا لا عرفت لا باسكو هنا يديا معاودت كاع شوف واحد تكون هنا شوف هنا توجور هنا من السوق وهذه اللي تتحرك راني مزيره بهذا الصبع الصغير على بيها هاكا تتحرك هذه شو هذه تشد بهذا بهذا وهذه تشد بهذا تتحرك فيرديكت تني جديد على بال اللي ما تعرفني باللي من الحسن نجرب على فيس تو هي فيها اللحم الداخل فيونداشي ياك اسمحوا لي نصح حمد ينفع هذو ما العجينه مغطيه اللحم دوك نشرح وحده نوريها لكم هكذاك نوري لهم هاي ليك شتايا هذا ما عندي ديك لا لا خلاص سي بون ما تقطعهمش كاع بعدا وليس ياكلها ماشي هما هكا يديروا شويه يطبوها هكا بصح والله ماش حاب نعيط يطبعهم بلي حاب نعيط بصح هما ياكلوها باللحم تاع الحلو فوق طوطة كنت حاب نصبح ندير نستنى لا لا هذه اللي كولا جماعة جامي ما شفت حاجة حارة على هذه هذه كارثة يا عودي تخيل كلشي صادي كيما ضربات على البارك شوفي خليني ناكل الجماعة دوكا نحكي لكم على الماكلة باسكو تما ما قدرتش نحكي كانوا الخدامات غير يتفرجوا فيا وخافوني اذا نصورهم المهم صرا بزاف عفايس خلف الكواليس ودايرين الكاميرات ويعني كانوا عفايس بزاف صراو نحيتهم الفيديو المهم دوك نحكي لكم على الماكله كيف كانت التجربه تاعي واش تبنيت ودوكا مر ما نهضر راح نوريكم كي دخلت عنده الكوزينه على سمعوا لي دوكا بيان الماكله ماشي حاجه كبيره انا نحب نغمس نحب الماكله تاع زي ما نخدمش عليكم الماكلة تاع الزيت جاية ثقيلة كي تغمسو شغل تحسو بالبنة التوابل كلش الماكلة تاعهم جاية خفيفة بزاف خفيفة فهمتو يعني انا بور موا شغل ديفيرونس كبير فهمتو فضلت الماكلة تاع الجزائر على تاع لاشين بصح هي تجربة رائعة هايلة كي رحت لتما بور لا بريميير فوا ناكل الماكلة تاع لاشين و ولا هذا الاسيوي هذا الاكل الاسيوي يعني تجربه رائعه فيما يخص الاسم لي بلا راني كي كانت المره تهضر في الموني في الاول قالت لكم اسماء لي بلا ما نكذبش عليكم هذوك رامن يعني هذوك النودلز بنان هايلين لاصوص تاعهم بزاف مايها ما نكذبش عليكم عجبتني اللي لاصوص تاعها صفراء ولا بيضة ولا بيش كيفا لصوص الطومات ما عجبتني شغل شربة شربة المهم وهذوك الدوائرات هذوك الدوائرات ملاح بس مخدومين بالفيونداشي الداخل بقري ومن برا
العجين هذاك بلونغري يقولها تشوي شغل معلك كما قال لي صاحبي شغل هاك شغل لك شوين قام وما فيهاش بالكو هذاك باسكو عجينه ما مالحه ما حلوه ما والو مغليه يعني مغطيين هذاك الفيونداشي بالعجين ومغليينه في القدره دوك تشوفوا في الفيديو بنت حادث تاني تبيا بصح مهم عجبني شرا من الاحمر كل واحد والكو تاعو مي اون جينيرال تجربه رائعه فيما يخص البنه ماشي حاجه كبيره ودوك نكملوا الفيديو خذ شوفوا هاك تخدمها هاي اللي كانت هي العجينه كنا ناكلو فيها مقبله هاي اللي هاك دايا قطعها سكيلز مهارات وهذا ويغلي فيها او حطهم بس شابين الله هاوليك شوف قطعهم بس شغل خدمهم شابين شوف هاي ليك لاكوي زين هاي ليك شوفوا هاي ليك ما اسكت حاب نهضر معهم كاش لونغ ما يفهموني اونغلي ني فرونسي دوماج حاجه غاده اصبر دقيقه روح شي لاتاي حاكم عليا لاتاي كانت بزاف هايله تصورت معاهم وشفتو كيفاش يخرجوا كل حاجه مقيه هايله دراهم وراها الصيت السلام عليكم شريلة تاي الله غالب حاكم عليها ايه هدا تاع الكيتشوب هدا شباب عم يخل الجماعة وقاعدين في الارياض الجماعة كما كنت تشوفون السنتر كوميرسيال تاع باب الزوار الكارثة هي انه ما وريتكمش الطريقة انا عجزان باش نوريها لازم دوك حتى وين تحرش بيا المهم لازم حتى وين نعاود نخرج باش نوريكم واش صرا هذه هي الور انا عيا اليوم والله غير سمحوا لي مش بعت شرقاد ونوضوني بكري وعشينا روطر يا ما حكيتلكمش بلي غلطت في البيس المهم غلطنا في البيس رحنا البنجره وبعد سقسيت المرا قلت لي خي هادي دير بيسو بس حنا جينا في المترو اي تقدر تجولو في المترو والطرامواي كارثه المهم باسكو كان واحد السيد قاعد يغزر فيا قال له شحال كدير وانا جو مون فو مي ما نحبش يقعدوا يغزروا فيا وانا نهضروا مع بعض المهم غلطنا في البيس رحنا لبن جراح واش صرا؟ ضلت صرالي قام يغفروا تريسيتي كاع غزروا فيا سي بلان كاع ظهر هذول في الحانة كاع بداو يغزروا حاجة قرصت دخل التليفون يطير نخرجوا منا نضربك تريسيتي انا تصيب التليفون راه ندير دوكا عندي شوفوا الغاشي شوفوا الغاشي هي معمره الحاله راكم تشوفوا رانا وصلنا للبالكون تاع باب الزوار الايروبور هذيك الضربه قعدت في هذه الطابله واقيله في هذيك الطوابل قعدت تما هاك تشوف الايروبور هاوليك تا هو ريبوم هذيك العفسه الطويله تاعو ايه لا سور دو كونترول اس واش قلت لها تور دو كونترول تور دو كونترول اه داكور جيزي ضل بيضه تما شيت لها عمي سكن من هيها مورا والله العمي ما راح حولوش ما فيه في العياد في العياد ورانا قريب ما قطعناهم قدر تقول قطعناهم مهم جيش انا نحكيكم لي زيسوار فاميليكم انا يا اخر لي زيسوار فاميلي السلام عليكم شحال لي دونات ولي تشيز كيك هادو صح يا ماني 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 لوك لوك هاب اللوك لوك بيتشز بيتشز لوك اسوس لوك لوك البنا اللي عنده الدراهم يجي هنا ياكل هي شي قاتل الجوع اصبر شوفوني واش راح ندير ها
صحيت خاص الماء داخل الباب اخر هيش ترجع دوك تشوفي يا ربي اصبر طب فريد ريحته كاينه مزيان وي فيتنس تعبك على الشطه هنايا Let's have some fun this week. Kiss sick. I want to take a ride and let's go stick. What are you doing? Ali Diro. Miss it. My friend, you're doing Ali Diro. Buffy. Just for a while, I'm not going to get this. You're going to get a lot of fun. بس عادي ماشي كيما حبيت لوك في لوات ليك في لوات هاي ليك طلع راسك انت تاع معوجه ولا لا روح برك الله اول حاجه قول لي يدي يدسوسو تشوف كلش هلا راح اقدسوسو ها باينه هيا صحه اطلع واحدة زوج ثلاثة كيف بدك تروح هذا كان تقوص شويه روح طريق قوص ظهري قوس ظهرك ويديك كتافك ترجع من اللور شويه يعني هاك ندير له وانت زيد كلنا اصبر جماعه شوفوا رانا في ديكاثلون اصبر شوف لا راح نبدا اكسبيري طلعتها هذه وريتها لكم ديجا راني نهضر بلي درت ديجا فيديو على باب الزوار الو روحوا تشوفوه تحوصوا عليه في القناه راني درت على كامل الحوانت على كامل بلايص شكرا على مشاهده هذا الفيديو مرسي بوكو اسمحوا لي عيني راهم يبانوا بالك شويه حمراء تقولوا لي ثاني تو خابطها ولا باسكو حتى ضربها في التيك توك قلت لي هكذا عايش هاي الساعه تاع الصباح بس كاع ما راقدين دوك يأذن الفجر مرسي بوكو نتمنى يكون الفيديو عجبكم لا تدوا حتى حاجه سيريو قدر نتمسخر هذه هي وإن شاء الله نزيدو نتلاقاو بفيديو جديد المرة الجاية وديرو جام واللي عنده هضرة يخليها لي في الكومنتار ميرسي بوكو معكم فيصل نراكم في الفيديو القادم باي